أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حلفت على امرأتي ألا تذهب لأهلها، وقلت لا تذهبي، ثم ذهبت وأنا موافق على ذهابها، فهل علي كفارة؟ إذا حلفت عليها لا تذهب ثم سمحت لها عليك كفارة، لأنك حنست في يمينك، حنست في يمينك. لو أنك قال إن حلفت عليها أنها ما تذهب إلا بإذنك أذنت لها لا بأس، هذا استثناء. أما إذا حلفت أنها ما تذهب مطلقة ولم تستثني وذهبت، أو أذنت لها وذهبت، عليك الكفارة. نعم.